كان الدافع ان انا ادرس صيدله من امي وابوي، لانه امي وابوي اصلا درسوا صيدله، ومن وانا صغير كان عندنا صيدليه، فكنت اشوفهم كيف بركبوا الادويه، فحبينا وتعلمنا هذا الموضوع. بس لقدام بدت اكتشف انه في عندي قدره ان انا اصمم رخصات تحت الدبكه، كيف انا ممكن اسمع الايقاع وكيف ممكن اطبقه بجسدي في اللوحات الاستعراضيه اللي احنا بنقدمها. صار موضوع الدبكة مش بس هو ممكن نستخدمه في الأفراح وممكن نستخدمه نعبر عن القضايا تاعتنا، صار موضوع الدبكة هو بعبر عن انتمائك أنت في الأرض. أنا شخصياً لما بدك بحس حالي طاير، ما فيش قيود اللي بدها تربطني، بحس إنه في حرية، إنه أنا بقدر أتحرك كيف ما بدي، بقدر أضحك، بقدر أحزن، بقدر أنط، بقدر أعبر عن كل إشي بداخلي. تدريب الدبكة خصوصاً عند الأطفال زي بذرة أنت بتقدر تنمي فيها كل، يعني بتقدر تنمي فيها كل إشي عندك. احنا في عندنا قاعده دائما بحكيها لهم، احنا ما بنصنعش فنان، احنا بنصنع انسان منتمي لارضه وبحب ارضه. كان لما يصير عندنا حروب كنا نروح ندبك على الرماد، فهذا كان أكثر مصطلح ممكن يعبر عن هذا الموضوع. كنا بنسرق الضحكة من قلب الوجع، فكنا كثير بنحب نوصل هذه الرسالة لهم، إنه الناس فعلياً بتقاتل على حلمها وبتقاتل للإشي اللي بدها توصله. إحنا ما بنختلف عن الناس اللي برا، بس هم كان ممكن نوفر لهم الإمكانيات أكثر منا. 2023 كان أول فرصة لي إن أنا أسافر، كانت على فرنسا. بصراحة أكثر إشي شدني إن أنا أطلع على موضوع فرنسا، إنه هو تبادل الثقافة اللي حيصير. لما رحنا فرنسا وقدمنا جولة العروض كان في كتير أشياء بالنسبة لنا جديدة وبننظم فيها فعلياً. أولها القاعات والمسارح ودور السينما اللي عندهم، قديش في مساحات، قديش في فرص عندهم، قديش في كمية أشخاص متضامنين مع القضية الفلسطينية، قديش هم مهتمين في القضية الفلسطينية، قديش بيحبونا، قديش بدهم يعملوا أي طريقة ليساعدوا الشعب الفلسطيني. حسينا قديش أهمية إن أنت تسافر تعرض الفن اللي أنت بتقدمه والتراث الفلسطيني للناس، لأنه مش الكل بيعرف إيش هي فلسطين وإيش هي غزة. بشار قبل السفر غير بشار بعد السفر طبعاً، من الفكر، من علاقته بالناس، من تفكيره، من مستوى الفن اللي بده يقدمه طبعاً تطور كتير. أكثر إشي مؤلم إن إحنا قدرنا نقدم عروض دبكة شعبية فرنسا وما قدرنا نقدم هاي العروض أو نتواصل مع فرق دبكة موجودة معنا بنفس الوطن في الشق الثاني من الوطن، بعيدة عنا 70 كيلومتر زي رام الله، القدس، أريحة، هاي المدن.